تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية من سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. أعرب فيها عن مباركته للخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة البحرين من واقع قيادة جلالته الحكيمة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط. وذلك من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل. واكد اسم الشيخ محمد بن مبارك ان هذه الخطوه الموفقه التي اقدمت عليها مملكه البحرين تاتي من واقع ايمانها باقامه السلام العادل والشامل في المنطقه العربيه مع الالتزام بالثوابت العربيه الاساسيه لسياستها القائمه على دعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن هذه المبادرة تجسد إيمان جلالة الملك المفدى الراسخ بجدوى الحوار والانفتاح والتعايش فيما بين الشعوب، وهو النهج الأصيل الذي درجت عليه البحرين عبر تاريخها المجيد وحضارتها العريقة.